مرحبا معكم وائل كيالي من برنامج إنتاج، ورح نشوف بهذا الفيديو كيف واحد بيقدم حاله على مقعد دراسي بجامعة أوبرتال عن طريق الأوني أسيست. طبعا أول شي رح أعمله هو إنه أعمل حساب لحالي، فهون حطيت عنوان الإيميل تبعي واخترت الباسورد، ولازم واحد يضغط على الموافقة على شروط الخدمة ويكبس ريجستريون. فالشي اللي صار هو اوني اسيست بعت لي ايميل مشان افعل حسابي، فبروح على ايميلي وبشوف الايميل من اوني اسيست، ولازم اضغط على هاي اللينك اكتيفيشن لينك. فبيقول لي اوني اسيست هون انه حسابك تفعل بنجاح، فبضغط هلا على يتست اين لوجن، بحط ايميلي نفسه يلي عملت الحساب عليه طبعا، وبكبس لوجين. وهون لازم اجاوب على بعض الاسئلة، مثلا الجنس، الاسم، والكنية. نام تسوزاتس ما في جبوتس نام، طبعا احيانا الناس بعد ما يتزوجوا بغيروا اسمهم، انا في الحال ما زابي لسه. تاريخ الميلاد، وين ولدت مثلا بسوريا حالتي، وبعدين بكبس فايتا. هون لازم واحد يحط عنوانه السي او، مثلا اذا واحد عايش عند رفيقه او اسمه مو على صندوق البريد، فممكن يكتب هون انه وصلوا على الشخص اللي اسمه على صندوق البريد. بحط طبعا انا ساكن لوحدي، فبحط العنوان هون، عنوان جامعة مثلا كاوستراس 20. ادريس توزاتس كمان ما في، رقم البريد بكتبه مثل ما هو، وطبعا انا بالمانيا فبكتب موقعي بالمانيا، مثلا اشتات المدينة هي فوباتال والدولة هي المانيا. وفايتا هون اذا واحد عنده مثلا حساب اوني اسيست قديم، فبيحط البيفيرب نوما تبعه هون. انا ما عندي حساب جديد، مالي متزوج، بأي لغة يتصلوا فيني، الدويتش، ألماني، ولازم واحد كمان يقبل شروط خدمة هون، ولازم واحد بعدين يجاوب أسئلة عن الشهادات والمدرسة، مثلا شو الأبشلوس، معي شهادة بكالوريا من سوريا، فبختار سوريا، ولازم يطلع عندي الشهادات المتوفرة بسوريا، مثلا هون General Secondary Education Certificate هي شهادة البكالوريوس، Scientific Section علمي، Feststellungsprüfung أو Studienkolleg ما عملت، Studienabschluss ماني مخلص جامعة من قبل ف 9، و Test As كمان ما قدمت فبختار 9 وبكبس له شبيحان. هلا لنفترض انه انا بدي ادرس الكتروتكنيك جامعة فوباتال، فبضغط على سيمستر انجبوت. اول شي بعمله هو انه بدور على الجامعة بيرجيش اونيفرسيتيت فوباتال، وبكتب هون مثلا الكتروتكنيك، بختار اول وحدة. هلا مثل ما شايفين انه في كتير الكتروتكنيك، في مثلا تحت باشلر اوف ارتس هوبت فخ، هي مشان مثلا اذا بدي ادرس الكتروتكنيك وشي تاني. الكتروتكنيك هون ماستر اوف اديوكيشن، انا ما بدي اعمل ماستر، بدي ادرس باشلر، فبختار هي بكبس له اوزفيل. ومن اي فخ سمستر بدي ابلش من الاول، فبختار الاول وبكبس دي اوزفيل ليست هنزوفيجن. هلا بشوف الاوزفال ليستا، يعني قائمة خياراتي هون، فبيطلع لي انه باشلور الكتروتكنيك، ولازم اجاوب على بعض الاسئلة، فبكبس على الفليت فراغن هون. مثلا لازم واحد يعطي مثلا وين راح الواحد على مدرسة ابتدائية اعدادية او ثانوية. لأنا بالنسبة لي مثلا خلينا نقول انه رحت على مدرسة واحدة من الابتدائي للثانوي، فمن 1996 مثلا حتى 2009 يمكن. ايه
بكتب اسم المدرسة والدولة اللي فيها المدرسة اللي رحت فيها المدرسة والبتسايتنونج، يعني بكتب الشهادة اللي أخذتها من المدرسة اللي هي شهادة بكالوريا. شهادة البكالوريا اسمها بالألماني زيكندا شول أبشلوس. طبعا إذا واحد راح على أكثر من مدرسة لازم يكتبهم بالتفصيل. تاني سؤال هو هوخشول أوفنامة بريفونج، مثل فحص قبول. مثلا الكتروتكنيك ما بدها فحص قبول فما قدمت، فبحط هون ناين. ستودين كوليج ما لازمني، ف ممكن اتجاهل هذا القسم. اذا درست بالمانيا وخلصت دراسة ما درست بالمانيا فممكن كمان اتجاهل هذا القسم. اذا درست برات المانيا شي وخلصتها او ما خلصت كمان هون لازم اعطي معلومات، فطبعا انا ما درست برا المانيا فبتجاهل هذا القسم كمان. هون لازم واحد يكتب مثل سيرة ذاتية، انه نشاطاته من وقت ما دخل على المانيا مثلا ل هلا او من قبل اذا واحد بده. انا مثلا بكتب من طبعا تواريخ بس مشان المثال، مثلا من 12 2007 ل 12 2009 مثلا عملت كورس لغة ألمانية دويتش كورس. بعدين بكتب إنه إذا اشتغلت بحياتي مثلا من 2009 ل 12 2020 مثلا اشتغلت بجامعة فوباتال. بعدين مثلا سويت كورس ألماني سي أينز. المهم ليوم تقديم طلب أو لسنة تقديم طلب اللي هي 2021، مثلا من 1 2021 ل 5 2021 عملت كورس مثلا سي أينز. طبعا هون غلط لازم أكتبها تحت، وضروري جدا إنه لازم أحفظ إجاباتي قبل ما أسكر النافذة، ولا بخسر كل شيء اشتغلته ولازم ابلش من الاول. فبكبس له بايثون مشان احفظ الاجابات. وطبعا في قسم تاني من الاسئله لازم اجاوب عنها، مثلا فيفون زي بدويش كنت نسى بتحكي الماني ايه، وين تعلمت الماني، مدرسة لغات شباخ شول مثلا، معي شهادة بيت سباي، كم سنة درست الماني، تقريبا 600 مثلا، وين تعلمت ألماني مثلا، فوكس هوخشولة فوباتال، والشهادة اللي معي تلك بيت فاي. ولازم أعطي بهالحالة إنه التاريخ اللي أخذت فيه الشهادة، بأي يوم أخذت الشهادة. طبعا كل المعلومات ضرورية مشان يتأكدوا من شهادتي ومن طلبي. تيست داف أنا ما قدمت. إذا عم بحضر كورس لغة حاليا كمان لا. إذا عم بحضر فممكن أكتب اسم المنشأة هون أو المدرسة. إذا بحكي ألماني إيه، وين إذا بحكي إنجليزي عفوا، وين تعلمت إنجليزي مثلا، تعلمتها بالمدرسة، وأي شهادة معي تقريبا بيت سفاي. ما قدمت أي فحص رسمي مثلا كامبريدج سيرتيفيكت لا، توفل ما قدمت كمان، هاد ما قدمته. فايتر سباخن بحكي كمان عربي مثلا لغة أم. وبس أسئلة كمان. هاد سؤال كتير مهم الطلاب والطالبات المستمعات برنامج انتاج. فالسؤال هو انه مشتركين حاليا ببرنامج تبادل اكاديمي، فواحد بجاوب ايه. هون اسم البرنامج انتاج فوباتال، ولازم واحد كمان يكتب اسم الجامعة اللي هي طبعا بيرغيشا اونيفرسيتيت فوباتال.
Studien Fähigkeitstest weil Test as بعض الناس لازم تقدمه بس انا عندي يعني شهادتي بتأهلني ادرس فورا بدون تيست اس فناين اكل حال اذا واحد قدم تيست اس فلازم واحد يعطي شوية معلومات عنه او يجاوب على بعض الاسئلة. ستودين كوليك كمان ما عملت فناين وهدول السؤالين كتير مهمات. السؤال هو الاول هو انه بدك تقدم على مقعد بكورس اللغة المكثف بالجامعة أول شي، فالجواب هو هون هو لازم واحد يجاوب عفوا لازم واحد يجاوب يا، لأني معي مثلا شات بيتس فاي ما بتأهلني أدرس الكتروتشنيك فورا فلازم أحضر كورس اللغة. والسؤال الثاني هو إنه بتحب تقدم فحص الدي اس ها فورا او باقرب وقت ممكن؟ فالجواب هو طبعا لا، لاني حابب احضر كورس اللغة اول شي. ومثل ما حكينا سابقا لازم واحد يحط سبايشن مشان يحفظ اجاباته. هلا القسم الثاني عملية التقديم هو انه لازم واحد يحمل مستنداته وشهاداته مثلا، فالواحد بيكبس على هذا المثلث الصغير وبيحط دوكومنت. طبعا انا جمعت كل شيء مستندات حابب احملها للموقع بمجلد عندي مثلا على سطح المكتب، ولا احمله بكبس هون داتاي اوس فيلن وبروح على المجلد مثلا انا مسمي اونياسيست وعندي بدي احمل مثلا هالخمس مستندات على الموقع لاني هذا الوحيد هاي المستندات الوحيدة اللي لازمتني. فعم بدي احمل الاوز فايز الهوية فبختارها وبختار نوع المستند يلي بدي احمله. طبعا هذا الشيء كتير بيساعد العالم يلي عم تشتغل على طلبي ان كان بالاوني اسيست او بالجامعة نفسها. هو مثلا باس كوبي يعني بدل جواز سفر كون انا لاجئ. و يعني لازم واحد يتأكد من انه كل شي صح. المستند الثاني مثلا بكبس اوس فين جاستو عشان هوية طالب المستمع هي بس مثل ما قلت للطلاب والطالبين المستمعات ببرنامج انتاج ضرورية. والنوع الملف هون زون ستيجز يعني ما في شي اسمه جاستو عشان رسميا بيقوني اسيست. الثالثة هي شهادتي البكالوريا مثلا اللي هي شولتس هوجنس. فطبعا العملية سهلة جدا. لازم انبه هون انه اذا واحد حمل مستند بالغلط او ناقصه شيء فما رح يقدر يحذفه، بس اذا صار في غلط مثلا حملت شهادتي البكالوريا ناقصة او حملت ملف تاني بدل شهادتي البكالوريا فممكن ارجع اعيد تحميله. الاوني اسيست بياخد بس الشيء المحمل اجدد شيء. هلا جاوبت على كل الاسئلة وحملت كل المستندات المطلوبة وجاهز هلا ادفع ال 75 يورو بالفيديو. طبعا ما راح ادفع ال 75 يورو بس يعني العملية بسيطة جدا. ممكن واحد يدفع اونلاين او كلاسيكي بيعمل ايفايزونج او تحويل بنكي. اول شي لازم واحد يوافق على شروط الخدمة هاي ثلاثة. كريدت كارد ممكن واحد يدفع او اذا في اونلاين بانكينج مثل ما قلت عن طريق كلارنا بس بتسال. طبعا ما رح ادفع الاخير بس العملية كتير بسيطة. مثلا بختار البنك مثلا على شباكاس وباتال خلينا نقول. بختار البنك هون لازم اعطي مثلا رقم الحساب والبين كود. العملية سهلة جدا. على كل حال اذا في واجهتوا صعوبات فممكن تتصلوا فيني. انا اسمي وائل كيالي مرة ثانية وبشتغل بإنتاج فوباتال. ف
بتمنى لكم التوفيق. سلامات.